الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الندوة الشهرية لجمعية مربي النحل بالغربية، وهذه الندوة مخصصة للحوار على فكرة إنشاء اتحاد لكبار منتجي عسل النحل بجمهورية مصر العربية. احنا هنشرح الفكرة، بس قبل ما نشرح بالفكرة عندنا حاجتين. احنا بنقدم تعازينا الى الاستاذة الدكتورة اسماء انور عيسى، عضو مجلس ادارة جمعية مربي النحل بالغربية، لوفاة والدتها، وتعازينا الى الاسرة الكريمة، ونطلب من الله ان يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة. تاني حاجة، احنا هنقدم الاخوة اللي موجودين كلهم لان ضيوفنا الاعزاء، وهم من رؤساء الجمعيات ومن كبار النحالين ومن رموز المجتمع اللي بيعملوا في مجال تربية نحل العسل. الندوة النهاردة هي ندوة حوارية حول فكرة تطلقها جمعية مربي النحل بالغربية، زي الأفكار اللي أطلقت قبل كده، زي مركز البحوث التطبيقية، زي مشروع إبراهيم ماضي للحفاظ على نحل العسل، وده برضو أحد المشروعات اللي احنا بنقدمها للحفاظ على نحل العسل ودعم المنتجين ودعم النحالين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. أنا هشرح الفكرة ببساطة وأقول أهدافها، وأقول أنا متوقع إيه نتائج تحصل نتيجة هذه الأهداف، وأنا هترك المكان لحضراتكم كسادة رؤساء جمعيات إن أنتوا تعقبوا على الكلام ده وتضيفوا أو تحذفوا من الأهداف أو تحطوا من التوقعات بتاعتكم اللي ممكن تحدث نتيجة نجاح هذا المشروع. أولاً أرحب طبقاً للمكتوب عندي في الدفتر السادة الحضور. أنا برحب بالأستاذ الحاج زيدان محمد النادي، هو من كبار النحالين وهو أمين صندوق جمعية النحالين المصريين بشبشير، وهي جمعية حديثة. كما أرحب بالحاج عبد السلام عبد الفتاح إتمان، رئيس جمعية النحالين المصريين بشبشير. وبرحب أيضا بالأستاذ عبد الرحيم أبو حسين، هو من كبار النحالين. وبرحب بالأستاذ علي محب علي خليل، هو رئيس جمعية منتجي عسل النحل بشبشير أيضا. وبرحب بأستاذنا الكبير العالم أستاذنا دكتور عادل بسيوني، أستاذ النحل والحشرات الاقتصادية ورئيس رابطة مملكة النحل، وهي الأقدم في الشرق الأوسط من حيث التأسيس والإنشاء. أرحب بالسيادة النائب مأمون إسماعيل عثمان، عضو مجلس إدارة جمعية مربي النحل بالغربية ومن كبار النحاليين في مصر والوطن العربي. كما أرحب بالأستاذ محمد علي حبيب، أمين عام اتحاد النحالين العرب، وأيضا من كبار النحالين بجمهورية مصر العربية. أرحب بالأستاذ عصمت كامل الشافعي، مهندس زراعي نحال من كبار النحالين أيضا ومن الناشطين في هذا المجال. أيضا أرحب بالأستاذ فؤاد محمد فؤاد بدران، رئيس جمعية وادي النيل بطنطا. أرحب بالأستاذ الدكتور حمدي متولي، مستشار العلمي لجمعية مربي النحل بالغربية ومن كبار النحالين. أرحب بالأستاذ ناجي جميل فرج من كبار نحالي الغربية. أرحب أيضا بالأستاذ عمري أحمد طايل، مدير التوظيف ببنك فيصل، وأشكره لأنه هو جاي عشان ينظر في أحد البنود اللي احنا بنتكلم فيها. برحب بابني علي إبراهيم ماضي، أمين صندوق جمعية مربي النحل بالغربية. برحب بمحمد نصر النادي، ابني برضك، عضو الجمعية، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتربية نحل العسل وتسويق منتجاته ومحافظة الغربية. الندوة النهاردة الحوارية هي محدودة العدد عشان نطلع بنتائج محددة نقدر نطرحها على مجموعة أكبر في المستقبل، ونقدر برضك ناخد منهم الرأي والرأي الآخر. الفكرة ببساطة هي إحنا وجدنا إن إحنا في مأزق هذا العام، انخفاض إنتاجية العسل وزيادة سعر مستلزمات الإنتاج زي السكر، وأيضا انخفاض أسعار الطرود المصدرة وقلتها أيضا، يعني قلت شوية، وبالتالي إحنا النحال المصري اللي هو كان فتح قوي 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 وأصبح عنده يملك ألافات الخلايا، أصبح النهاردة عنده مشكلة إزاي يصرف على النحل ده.
والانتاج بتاعه يوديه فين، وهل الانتاج ده بيجيب العائد بتاعه يغطي المصاريف ولا لا. فاحنا كل النتائج كانت سلبية، ما عندنا مشكلة كبيرة وكان لازم تتحل. احنا طبعا عرضنا المشاكل دي على الجهات الحكومية، فاحنا كمان بدورنا كمجتمع مدني لازم يكون لنا فكر ونقدمه وفي نفس الوقت ننفذه، لان احنا مش هننتظر الدنيا تخرب ومش هننتظر الناس تموت، فاحنا لازم يكون عندنا حلول وننفذها من خلال المؤسسات بتاعتنا وهي مؤسسات قانونية نقدر ننفذ منها المشروعات بتاعتنا ونقدر نحل مشاكلنا. وبرضو مش هنغفل الدور الحكومي لانه الاهم، وهو في النهاية هو اللي هيضطر اللي احنا هنضطر اليه لغاية عشان نحل المشاكل جذريا. الفكرة ببساطة خالص ان احنا فشلنا في عمل تنظيم لمهنة تربية نحل العسل على المستوى العام، وجدنا تحديات كبيرة ورفض، والأكثر من ذلك الوعي، قلة الوعي. وهناك من يلعب على وعي النحال ووعي المواطن في أنه أحيانا يسير عكس الاتجاه أو يضر، يعني يمشي عكس اتجاه مصلحته. فالمهم احنا عندنا مشكلة الوعي وعندنا مشكلة التحديات اللي بتقابلنا سواء حكومية أو من بعض النحالين. لما فشلنا في إنتاج أو نطلع مشروع لتنظيم المهنة، وعلى فكرة المشروع اللي تقدمنا به قبل كده هو كان مشروع الأفضل لأن هو ده يمثل المشروعات على مستوى العالم، إن إحنا نضم النحال إلى الجمعية التعاونية الزراعية في القرية زيه زي الفلاح، وياخد حيازة زيه زي الفلاح، لأن النحال هو جزء يعني من العملية الزراعية، وهو ليس مشروع مستقل زي مثلا تربية الأبقار أو تربية الدواجن أو كده. ده مش مشروع، ده أنا مشروع تابع للمزارع، يعني أنا المزارع بيجيب النحل عشان يلقح محصوله، فأنا بشتغل عند النحال، أنا عند المزارع. فمش معقول المزارع يبقى عضو في الجمعية وأنا يتعمل لي كادر آخر مختلف عن المزارع كأني أنا بعمل مشروع استثماري. أنا ما بعملش مشروع استثماري، أنا بعمل مشروع يخدم الفلاح ويخدم الزراعة. المقابل اللي بيطلع لنا من هذه المهنة سواء عسل أو طرود أو خلافه هو مقابل أصبح غير كافي، وبيقابل النحال تحديات كبيرة في الاستمرار في أنه ينمي ثروته النحلية، بل انه ممكن يترك هذه المهنه نهائيا وبالتالي يقضي على الثروه النحليه في جمهوريه مصر العربيه. فده يعتبر خط احمر، خطر وخطر جسيم. فاحنا كنحالين كبار نحالين وجمعيات ورموز مجتمع مدني يعملون في مجال هذا العمل لازم نتحرك. فانا بقدم لحضراتكم مشروع، المشروع ده ان احنا هنعمل تنظيم للمهنه جزئي. تنظيم جزئي يعني هناخد كبار النحالين اللي هم يملكوا فوق الألف خلية فقط لا غير، وهندخلهم في اتحاد أو جروب. الاتحاد ده هينبثق من جمعية مربي النحل بالغربية مثل أي مشروع آخر طلب، هيلم الناس دي كلها بدون أي مصاريف، بدون ما يدفع فلوس مقابل عدد الخلايا بتاعته، بدون ما يدفع مصاريف لإدارة هذا المشروع، بدون ما يعمل أي حاجة، ما يدفعش حاجة خالص. هو مطلوب منه فقط إنه ينضم لهذه المجموعة اللي هي تعتبر تضم كبار النحالين في جمهورية مصر العربية اللي هم عندهم 1000 خلية كحد أدنى. هو هيستفاد إيه لما ينضم لنا؟ إحنا هنعمل له كارنيه إنه هو عضو في اتحاد أو جروب يسمى اتحاد منتجي عسل النحل، هيبقى معاك كارنيه. ده تاني حاجة، المجموعة ديت الكبار هم اللي بيعملوا السعر، ده طبيعي، فهم الناس دي هتجتمع كجمعية عمومية في نهاية كل موسم ويحددوا سعر العسل وسعر الطرود وكل الأسعار بتاعة المنتجات. يعني السعر هيطلع من مين؟ من المجموعة دي. طبعا هيطلع سعر عادل. ليه؟
لان هو هيحط تكاليف الانتاج ويحط نسبة ربح محدودة بحاجتين اتنين. نسبة الربح بتاعته هتبقى محدودة بحاجتين اتنين. اولا ان احنا هنعتمد على المواطن المصري في تسويق الاعسال، زائد نسبة من الاعسال دي هتتصدر لبره. يبقى انا لازم اعمل سعر عادل ومرضي للمستهلك المصري وسعر عادل ومرضي للمستهلك اللي موجود في الدول الاخرى او المستورد اللي موجود في الدول الاخرى. طبعا دي لجنة فنية هتدرس الكلام ده وهنقدر نوصله بحيث يبقى فيه سعر عادل. تاني حاجة ان احنا من خلال هذه المجموعة نقدر نتحدث باسم المجموعة ديت لإيجاد تمويل بنكي مخفض الناس دي تقدر تشتري بيه المستلزمات بتاعتها زي السكر وخلافه. الحكومة النهاردة بتحاول عندها لدعم العمليات الانتاجية، بتعمل كل حاجة لدعم المنتجين، كل حاجة بتعملها لدعم المنتجين. فالنهاردة أصبح عندنا قروض ب5% وأقل للمنتجين. النهاردة الراجل بيروح يشتري عيني طن سكر يدفع عليه فوائد تصل إلى 30% و40%، مع أنه يقدر ياخد الطن السكر ده في السنة كلها بفايدة لا تتعدى 5%. والقن هو تابع لجمعية هياخدها ب4.5%. يبقى أنا حققت له تمويل عشان يجيب منه المستلزمات، لأن هو أصبح جماعة لها كيان، في أي وقت يقدر ياخد فلوس يشتري بقى سكر ويرجعها تاني وياخد نسبة. احنا بقى هنساعده انه كمان ما يقعدش سنة كاملة، يقعد جزء من السنة، هي بدل ما يدفع 5 يدفع 3 يدفع 1%. يبقى ده في مين اللي يقدر يعمل كده؟ الكيان ده، الجروب ده، القوة ديت، الاتحاد ده، هو ده اللي يقدر يعمل كده. خدت بال حضرتك؟ وهو اللي يقدر يسعر السعر العادل، وهو اللي يقدر من خلاله ان احنا نقدر من خلاله ننظم المهن. هنعرف عدد الكبار النحالين قد ايه في مصر، عدد الطوائف بتاعتهم قد ايه، معدل الانتاج قد ايه، وبالتالي نشغل البحث العلمي نقول له انا عايز الراجل الجماعه دول بيطلعوا لي 5 كيلو ولا 10 كيلو عسل. طب الكيلو كده هيقف ب 100 جنيه؟ لا، انا عايزك تشتغل عشان الناس دي تطلع 50 كيلو من الخليه زينا زي الدول الاخرى. تاخد بال حضرتك؟ وبالتالي بدل ما بيع الكيلو ب100 جنيه طبيعي، يعني ما انا بحسب الاستهلاك وبحسب الانتاج، هيبقى بدل ما هيتباع ب100 جنيه هينزل السعر داخل مصر الى ادنى الى مستويات عادله واقل من العادله بالنسبه للمستهلك المصري في حاله ايه؟ تنشيط البحث العلمي لتعظيم العائد من الطائفه، وتنشيط البحث العلمي لترشيد الاستهلاك اللي احنا من خلاله بنصرف وبنصرف على النحل. يبقى انا لو انا قللت الاستهلاك او رفعت الانتاجيه يبقى انا في النهايه برضو جبت منتج رخيص. يبقى انا هركز على ثلاث حاجات بس. نمره واحد تنظيم المهنه، ان انا يبقى عندي مهنه فيها 100 من كبار النحالين عندهم 1,000,000 خليه نحل بس، هو ده النحل اللي عندي. طب الناس التانيه اللي احنا بنعتبرهم هواه، من ضمن النتائج نجاح المشروع ان اللي عنده 700 خلية هيزودهم يبقوا 1,000 عشان خاطر يلتحق بهذا الكيان. يبقى انا نميت الثروة النحلية في مصر. طب اللي اقل من كده صغير هيفضل من هواة التربية، ممكن نضمه لهذا الاتحاد كمنتسب يستفيد من المزايا اللي ممكن ياخدها الكبار، ويستفيد من التعليمات اللي ممكن يعملها كبار، بس دون ان يشترك في ايه؟ في القرار. مين اللي هيشترك في القرار؟ كبار النحالين فقط، هم اللي هيقولوا الكلمه بس. طيب ايه النتائج اللي ممكن ناخدها من هذا المشروع؟ ان احنا نقضي نهائيا على حاجه اسمها الغش. انا خلاص باخد من عبد السلام واخد من عند حسين واخد من فتحي واخد من مش عارف ايه، خلاص عرفت ان دول كبار النحالين. الراجل ده لو انا عايز 100 صفيحه هروح للراجل ده مباشره، واحنا هنبروزه
هنحط كده كبار النحالين بتوعنا في براويز، في الغربية فيها فلان وفلان، في المنوفية فيها فلان وفلان، في البحيرة فيها فلان وفلان. يبقى انت لما تحب تشتري عسل هتروح لمين؟ للمنتج الكبير. ده نمرة واحد اللي هو ملتزم بالسعر وفي نفس الوقت ملتزم بالجودة وملتزم بالعسل اللي هيطلع انه هو عسل مطابق. طبعا الكلام ده برضك احنا كمشروع هنعمل من الاليات اللي تخلينا نقدر كل سنة نعمل بحث عن جودة المنتجات عند الناس دي. كل ده مش هنقول بمقابل، بدون مقابل جمعية مربي النحلة هتتكفل بيه، بس في النهاية نوصل لحاجة اسمها اتحاد منتجي عسل النحل في جمهورية مصر العربية. لو عندي 100 نحل فقط يبقى انا عندي مشروع قوي جدا. طيب من خلال الحاجات اللي انا بتوقعها نتائج لهذا المشروع، زي ما احنا هنقول سعر العسل، هنقول سعر الايه؟ الطرد. لان انا النهاردة بحول النحال بتاعي من نحال طرود ارجعه تاني الى عام 2000 انه يبقى نحال ايه؟ عسل. كل مصاريفه هتتحط على الايه؟ على العسل. وبدل ما كان كل مصاريفه تحط على الطرد والعسل يطلع ما مش محسوب، لا، المصاريف كلها تتحط على العسل زي زمان والطرد ده فوق البيعة. طيب هل الطرد ده هنبيعه كده ببلاش؟ ما انا مش محتاج، ما ان شاء الله ما تباع، انا اقدر ابيع اطلع بداله عسل، صح ولا ايه؟ اقدر اطلع بداله حبوب لقاح، اقدر اطلع بداله غذاء ملك، اقدر اطلع اي حاجة وسعرها عادل في السوق هيغطي مصاريفي. طب الطرد ده لو ما جابش مصاريفه اطلعه؟ لو ما جابش السعر العادل بتاعي اطلعه؟ لا مش هطلعه بناقص. طب لو التصدير وقف يهمني؟ ما يهمنيش. احنا عندنا 110 مليون في مصر، القطاع بتاعنا الاستهلاكي كبير جدا، خد بالك، وبالتالي انا هحط رجل على رجل وابيع الطرد بالسعر العادل. دي من نتائج برضك هذا المشروع. في نتائج تانية بس مش انا بقى اللي هقولها، انتوا اللي هتقولوها. فكروا وقولوا لي ايه انتوا ممكن تتخيلوا ممكن يحصل ايه لو نجح هذا المشروع. طب واحنا نعمل ايه عشان ننجح هذا المشروع؟ طب وايه الاهداف الثلاثه اللي احنا حاطينها دي؟ هل ممكن يبقى اربعه؟ اه ممكن يبقى اربعه، نشتغل عليهم الاربعه عادي. طب احنا قاصرين على المجموعه دي بس؟ لا، احنا فاتحين الباب لكل الجهات كمنتسبين. لو وزاره الزراعه تشترك معانا اهلا وسهلا، لو جامعة عين شمس عايز تشترك معنا اهلا وسهلا، لو طبعا احنا المرجعية بتاعتنا وزارة التضامن، احنا اصلا كلنا تبع وزارة التضامن، فاهلا وسهلا في اي وقت، اهلا وسهلا. فاذا النهارده مش الباب مش مقفول على حد، واحنا مش ضد حد، انما لصالح كل الناس، لصالح كل الناس. فانا بطلب منكم المساعدة، اطلب منكم الدعم، بان انتوا تجيبوا لنا في خلال اسبوع واحد تقريبا كل المنتجين اللي هم يمثلوا المنتجين اللي هم اكتر من 1000 خلية. وكمان من ضمن النتائج اللي احنا هنعملها ان الراجل اللي عنده 1000 خلية ده احنا هنعمل له باراكود باسمه يلزقه على الخلية بتاعته، بحيث لو الخلية بتاعته محطوطة على عربية وماشية في الطريق احنا نقدر من خلال باراكود ده نعرف ان الخلية دي بتاعت مين، والراجل ده عنده كام خلية. طب خد بال حضرتك، طب هتقول لي يعني انت هتعد ازاي؟ انا هعد الخلايا الفاضية، كل الناس عندها خلايا فاضية، عندك 1000 خلية فاضية بشرط ان يكون فيها 70% ايه؟ عمران. هحط لك الباراكود على 1000 خلية، يعني 30% ممكن يكونوا فاضيين، مفيش عندي مشكلة، هيكملوا. ما احنا كنحالين عارفين ان ال 70% دول اقدر انمي بيهم 140%، يعني سهله خالص يعني، فهمني. لو عندك 1000 صندوق فاضي فانت من كبار النحالين، بشرط ان يكون في 70% ايه؟ عمران. طبعا هي دي كل الشروط؟ طبعا لا، انتوا اللي هتحطوا الشروط بنفسكم.
لان انتوا مجموعه كيان اتحاد، انتوا اللي هتحطوا شروط لنفسكم عشان تلتزموا بعد كده باللي انتوا هتحطوه. انتوا حطيتوا شروط يعني قوانين، انتوا بعد كده انتوا اللي هتلتزموا بيها، بس مش احنا اللي هنحطها برضه، انتوا. ده الشرح المبسط للمشروع بعد موافقه حضراتكم عليه من حيث المبدا، ان هنعمل لجنه لصياغه المشروع ونجمع النحالين ونبدا نحط الاليات لتنفيذ هذا المشروع. انا اسف ان انا طولت عليكم وشكرا. وانا بطلب كلمه الدكتور عادل بسيوني رئيس رابطه مملكه النحل. ما انا مش هقدر اقدم اي حد على رابطة مملكة النحل. أنا بقول إحنا بعد رابطة مملكة النحل. واخد بال حضرتك؟ واتفضل دكتور.